الحرب لن تنتهي حتى نحقق كل أهدافها، بما في ذلك أن نعيد سكان الشمال إلى بيوتهم. أنا أقول لكم هذا سيحدث كما حدث بالضبط في الجنوب. أصدقائي سكان الشمال، أنا فخور بكم، أنا فخور بقدرتكم على الصمود، وأنا ملتزم بشكل كامل بأمنكم وإعمار مستوطناتكم ومستقبلكم حتى هذه اللحظة. وبفضل بطولة جنودنا في الجيش والشباك والمساد والشرطة، أنجزنا إنجازات عظيمة في 7 جبهات في حرب النهضة. هذه الإنجازات تثير الانفعال في العالم كله وتنعكس على عظمة إسرائيل في الشرق الأوسط. في البداية رأس التنين إيران، دمرنا أجزاء مهمة من دفاعاتهم الجوية، من قدرتهم على إنتاج الصواريخ، ودمرنا جزء أساسي من مركب أساسي في برنامجهم النووي. أنا مصمم على أن أقوم بكل ما هو مطلوب من أجل منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي. هذا التهديد يقف أمام عيني، وأيضا بوتيرة أسرع عندما نسمع التصريحات المتكررة لقادة إيران عن نيتهم تزود بسلاح نووي. بالنسبة لي، إزالة هذا الهدف هي المهمة الأهم بالنسبة لي من أجل تأمين مستقبل وقيام ووجود دولة إسرائيل. في غزة دمرنا كتائب حماس، قتلنا حوالي 20,000 مقاتل، اغتلنا السنوار، اغتلنا الضيف، قتلنا قادة التنظيم، وأعدنا 154 من مخطوفينا، ونحن ملتزمون بإعادة البقية. 101 مخطوفين بقوا في غزة، الأحياء والأموات معا، ونضع حد لمعاناتهم. ونحن أيضا ملتزمون استكمال تدمير حركة حماس في الضفة الغربية. نحن اغتلنا مئات المخربين، دمرنا بنيتهم التحتية، ونحن نعمل بكل أوكار الإرهاب. لا مكان لنصل إليه. في اليمن هاجمنا ميناء الحديدة للحوثيين وما لم تكن به الاحتلال الدولي. في العراق ضربنا بنجاح، ولازلنا نضرب أهداف كثيرة للمسيرات، ولازال أمامنا تحديات. في سوريا نحن نحبط بشكل منهجي محاولات إيران وحزب الله والجيش السوري لنقل سلاح إلى لبنان. أسد يجب أن يعلم إنه يلعب بالنار. وأيضا الجبهة السابعة لبنان، حزب الله اختار أن يهاجمنا من هناك في 8 أكتوبر، مرت سنة وهو ليس نفس حزب الله. أعدناه سنوات إلى الوراء، اغتلنا نصر الله وهو محور المحور، اغتلنا كل قيادات التنظيم، دمرنا معظم صواريخهم وقذائفهم، واغتلنا آلاف المخربين، ودمرنا البنية التحت أرضية والصواريخ القريبة من حدودنا والتي بنيت على مدار سنوات. هاجمنا أهداف استراتيجية في كل لبنان، ودمرنا الكثير من البنية الإرهابية في الضاحية، مواطنو إسرائيل قبل 3 أشهر فقط. كل هذا كان يبدو وكأنه خيال علمي، ولكنه ليس خيال علمي. قمنا بذلك، وأنا أريد أن أطلب منكم بكل لحظة ممكنة في إدارة هذه المعركة. أنا كنت أنظر على كل الجبهات بالتوازي. هكذا تصرفت عندما قررت في بداية الحرب أن أركز على غزة وأن لا أفتح جبهة ثانية في لبنان. وهكذا تصرفت قبل أشهر عندما نضجت الظروف وتوجهت إلى الشمال، وعندها ركزت على حزب الله. وهكذا تصرفت بعد هجمة الصواريخ من إيران، عندما اخترنا بدقة توقيت الضربة وطبيعة الضربة. وهكذا أتصرف اليوم. أنا أنظر على كل الجبهات بالتوازي. أنا أرى الصورة كاملة، وأنا مصمم على أن أعطي جنودنا الأبطال
كامل الأدوات للحفاظ على حياتهم وأن يؤمنوا لنا النصر. ولذلك مواطنو إسرائيل، الليلة سأصادق في الكابينيت على مسار لوقف إطلاق النار في لبنان. فترة وقف إطلاق النار مرتبطة بما يحدث في لبنان. أنا بتوسيق كامل مع الأمريكان وتفاهم كامل سنحافظ على حرية حركة كاملة عسكرية لنا. إذا اخترق حزب الله الاتفاق وحاول أن يتسلح سنضرب. إذا حاول أن يجدد البنية التحتية الإرهابية على الحدود سنضرب. إذا أطلق صاروخ أو يحفر نفق أو يدخل شاحنة صواريخ سنضرب. أنا أسمع الادعاءات أننا إذا دخلنا وقف إطلاق نار لن نستطيع أن نضرب ولن نجدد الحرب. أنا أذكركم هذا بالضبط ما قالوه لي عندما قمنا بوقف إطلاق النار في غزة من أجل تحرير مخطوفينا. قالوا لن تعودون للقتال، ولكننا عدنا وعدنا للقتال وبشكل أكبر. يقولون لي حزب الله سيصمت سنة سنتين وسيعود تجديد قوته ويهاجمنا، ولكن حزب الله إذا اخترق ووقف إطلاق النار حتى عندما يحاول أن يتجند ويجمع سلاح، كل اختراق سنرد عليه بقوة. أنا أعرف أن هناك لا يصدقون أننا سنكون بذلك، ولكن أيضا آخرين لم يصدقوا أننا سندخل بريا إلى غزة ودخلنا بريا. لم يصدقوا أننا سندخل إلى خان يونس ودخلنا. لم يصدقوا أننا أمام الضغط الدولي الكبير، أنني سأدخل رفح وفي لديلفي. ليس فقط دخلنا بل هاجمنا وهاجمنا بقوة. كان أيضا كثيرين لم يصدقوا أننا سنضرب في لبنان، وهناك أيضا ضربنا بقوة وبذكاء فاجأ العالم كله. وبعد كل ذلك ربما علينا أن نصدق بإصرارنا، أن نصدق طريقنا والتزاماتنا بالنصر. ولماذا نتوقع لماذا وقف إطلاق النار الآن؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية. الأول تركيز في التهديد الإيراني، ولن أتوسع في هذا. السبب الثاني إنعاش قواتنا وإعادة ملء المخازن بالذخيرة، وهذا ليس سر. كان هناك تأخير كبير في تزويدنا بالسلاح والذخيرة، وهذا التأخير سيفتح وسنتزود بأسلحة متقدمة تحافظ على حياة جنودنا وتعطينا قوة ضاربة لإنجاز مهمتنا. والسبب الثالث وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس. منذ اليوم الثاني في الحرب حماس راهن على حزب الله أن يقاتل معه، وعندما يخرج حزب الله من الصورة حماس ستبقى لوحدها في المعركة. الضغط سيزداد وهذا سيساعد في المهمة المقدسة بإعادة مخطوفينا. مواطنو إسرائيل، في السنة الأخيرة قلبنا الحنجرة على وجهها وحاربنا في سبع جبهات ورددنا الحرب. نحن نغير وجه الشرق الأوسط، وكل هذا نقوم به بفضل جنودنا الأبطال، بفضل الصمود الأصولي لكم، وبفضل الإدارة الهجومية للحرب. قلت عدة مرات اتفاق جيد هو الاتفاق الذي يتم فرضه، ونحن سنفرضه ونطبقه.